مطالبات بالتقصي عن تسلل بوك حرام للسودان. قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت إن على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تولي التصريحات التي ترددت بشأن تسلل عناصر بوكو حرام للسودان الاهتمام اللازم وأن تعمل على تقصي الأمر. وأوضح عصمت بحسب وكالة السودان للأنباء تعليقا على دعوة الحاج وراق لتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لمواجهة التهديدات التي يشكلها بوكو حرام، وأوضح أنه لا بد من التقصي حول هذه المجموعات المتفلتة التي دخلت. وأشار عصمت إلى أنه لا بد أن نجعل من هذه التصريحات أمرا يجب البحث والتقصي حوله واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية، وتابع قائلا نتوقع مثل هذه الخروقات، وبالتالي لابد من أن تبدأ الأجهزة الأمنية والعسكرية البحث والتقصي، خاصة أن مهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية الحدود. خلينا نحن برضو يعني نقرأ الخبر من مصادره. يعني أنا لما أقول والله في مجموعات من بوكو حرام تدخلت، بتوقع أنه المصدر الخبر يكون وزارة الداخلية. يعني بيان من وزارة الداخلية وتشير فيه فعلا إلى دخول هذه المجموعات والكيفية اللي دخلت بها والمعابر اللي دخلت بها، ده بعد كده أنت بخليك تماما تتخذ الإجراءات الممكن تحد من هذه الظاهرة. لكن أنا أفتكر أنه الكلام بتاع التحليلات السياسية اللي ما بكون مستند على الأقل يعني مصدر حقيقي ما في توكيد مختص، يعني هسه نحن يعني ما نفترض طوال إنه والله في مجموعات بتاعت بوكو حرام نغص عنها وتتقص عنها، لكن أنا بقول إنه حقه دي تكون رسالة لوزارة الداخلية إنه مثل هذه الأحاديث اللي بترد في عدد من الندوات أو التصريحات من جهات غير مختصة ولا هي ماسكة الملفات، حق وزارة الداخلية هي تقول فيها كلام واضح جدا. المسألة بتاعت دخول عناصر بغض النظر عن إنه نوع شنو في حدود السودان الممتدة هي أشياء محتملة وواردة، لأنه أنت بتتكلم عن حدود مع ليبيا مضطربة، بتتكلم عن حدود في غرب السودان يمكن كانت مضطربة جدا لحد ما تم إنشاء القوات السودانية التشادية المشتركة وحجمت كثير جدا من هذه التدفقات. تكلم عن أفريقيا الوسطى برضو كانت فيها مشاكل، تكلم عن حدودنا مع دولة جنوب السودان هي شبه مفتوحة، يعني تكلم عن حدودنا الشرقية مع 3-4 دول إثيوبيا إريتريا، فدي أفتكر كل يعني حدود السودان الممتدة هي فعلا مدعاة لأن هذه التدفقات تحصل، زي ما بيحصل هسه عمليات تهريب البشر والاتجار بالبشر بيكونوا عابرين وكذا. لكن حق وزارة الداخلية في أنا أفتكر كلام يرد في ندوات سياسية، حق وزارة الداخلية يكون عندها فيه بيان واضح جدا عشان بعد ذاك الناس ممكن تجنب البلاد يعني هذه التدفقات اللي ممكن تؤثر على الأمن العام. نحن عندنا الأجهزة الأمنية موجودة، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات العامة قادرة على أن هي تحمي حدودنا، قادرة على أن تحمي حدودنا بجانب القوات المسلحة. أصلا عمل الرئيسي هو حماية الحدود، فنحن نتوقع أن وزارة الداخلية لو في اتهامات زي دي هي تطلع بيان وتقول فيه كلام عشان الناس كيف تحاول تحجم هذه التدفقات الضارة بالأمن والاستقرار في السودان.